سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم مع فيديو جديد غادي نعلمكم كيفاش تثبتوا المكياج ديالكم، وخصوصا المكياج ديال البشره الدهنيه. كما كنعرفوا البشره الدهنيه راه ما كيتثبتش عليها المكياج بسهوله، وما كيكونش المظهر ديالها زوين. فمع هذه الحراره اكيد غادي يزيد هذا المشكل. كما كنعرفوا واخا كنديروا المكياج مع هذا الصهد وكثير شي البشره الدهنيه ممكن ما يبقاش لاطول فتره ممكنه. اذا تابعي معايا هذا الفيديو اكيد غادي ينفعوك هذه الحيل والافكار وغادي يهنيوك من هذا المشكل. اول حاجه غادي نجيبوا واحد القنينه اللي تكون خاويه على هذا الشكل، ومن الاحسن تكون هذه القنينات اللي كيكون فيهم هاد الرشاشات هادو راه كيكونوا متواجدين. وغادي نزيدو عليه ما ورد، غنزيدو عليه الماء، يعني نصف انا غير درت غير مثال هكا، ديري نصف كميه ديال الماء الورد مع الماء العادي ديال الشرب، وغادي نرشو هكا غنخلطو، وغادي نديرو المكياج ديالنا. من بعد غنرشو هاد السبراي هذا او هاد الرشاشه هادي اللي حنا درناها وصنعناها، فيها ما ورد والماء العادي، وغترشاه على المكياج ديالك. هذا الشيء غادي يخلي الوجه ديالك منتعش ومبرد، وغيبقى المكياج لاطول فتره ممكنه. هذه كانت الفكره الاولى. الفكره الثانيه غادي ناخذ واحد كلينكس على هذا الشكل، غنحطوه فوق المناطق اللي في الوجه ديالنا اللي كتكون لامعه بزاف وفيها افرازات دهنيه. وكما كنعرفوا بالاخص كتكون منطقه الجبين ومنطقه الانف والذقن كذلك كيكون مزيتين. حاولوا ديروا هذا الورق هذا فوق هاد المناطق هادو باش يحيد لنا كاع دوك الدهون ويمتصها ويبقى المكياج مزيان. يعني فوق المكياج ملي تشوفوا داك اللمعان حاولوا بحال غير تحطوا هكا الكلينكس ديالكم غير بشكل خفيف باش هكا ما يتحيد لكمش المكياج، او ميم طون يمص داك الزيوت. هذه الحيله الثانيه حتى هي كتنفع. كذلك الحيله الثالثه كما كنعرفوا واقي الشمس مهم بزاف نحطوه على البشره ديالنا قبل من نص ساعه قبل ما نخرجوا. كاينين دي فون دو تان، كاينين او دي زيكرون اللي كيكونوا تانتي كيعطيو للوجه ديالنا اشراقه وكيغطيو لنا كاع دوك العيوب اللي كتكون في البشره، وكيجعلوا المظهر ديال البشره منعش وفريش. وفي هذا الصيف لي كرون سولير تانتي حسن بزاف من لي فون دو تان البشره الدهنيه بالخصوص، حيت فون دو تان كيزيد دوك الافرازات الدهنيه، وهذا الشيء ما مزيانش للبشره ديالنا. نحاولوا نبعدوا على هذا لي فون دو تان في فصل الصيف، بالخصوص في فصل الصيف حيت كيكون الصهد بزاف. هذه هي الحيله الثالثه كما قلت لكم، وحيله مزيانه وكتغطي لنا العيوب ديال البشره الدهنيه بلا مكياج بلا والو. كذلك عندنا البودره الحره او لا بودغ اللي كتكون حره، بودغ ليبغ، هذيك هي اللي مزيانه بزاف للبشره الدهنيه حسن من لا بودغ مات. يعني لا بودغ اللي كتكون هكا حره، يعني الملمس ديالها ما كيكونش مات، هذيك هي اللي مزيانه البشرة الدهنيه باش تمتص لينا كاع دوك الدهون اللي كيكونوا في البشره ديالنا. يعني البشره الدهنيه حاولي تاخدي لا بودغ ليبغ ماشي لا بودغ مات، باش هكا تخلصي من داك المشكل ديال الدهون اللي كتكون كثيره في الوجه. كذلك فوق الحواجب ديالنا كيكونوا مسامات مفتوحين، نقدو نحطو لابودغ ديالنا فوق الحواجب وعاد نرسموهم باش الشكل ديالهم يجي مزيان. خاصكم تعرفوا في الصيف كل ما كان المكياج خفيف كل ما كان مزيان، باش هكا تبقى البشره ديالنا صحيه وما يزيدش مشكل الدهون ويتكون حبوب صغيره على الوجه. يعني كل ما خرجتي بلا ما ديري المكياج كل ما احسن للبشره الدهنيه. كما قلت لكم حاولوا ديروا غير ليكرون سولير يكون تانتي صافي وتخرجوا هكا احسن حاجه، باش هكا ما تكونش الحبوب اللي كتكون المظهر ديالها غير محبب في البشره ديالكم. وكانوا هادو هما الحيل اللي قدمت لكم اليوم باش تحتفظوا بالمكياج ديالكم لاطول فتره ممكنه. نتمنى هاد الحيل ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هاد الفيديو بحال ديما ما تنساونيش من اللايكات، وصلوا هاد الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش هكا يطلع الفيديو ويبان الناس الاخرين اللي بغاو يستافدوا من هاد الفيديو ان شاء الله.
ما تنساوش الى عجبكم المحتوى خليوا لي واحد الاشتراك بالاحمر اسفل الفيديو، فعلوا داك الزر اللي حدا زر الاشتراك، زر الجرس باش هكا ديما توصلوا بجديد الفيديوهات. كنبغيكم بزاف، الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. بالسلام عليكم.